واحد كاتب سؤال هام الى جناب قداسة الباب ويجب الرد بسرعة. مقدمة عجيبة شوية. يقول لدينا طفلة تظهر لها العذراء واخبرتها باشياء كثيرة واخذتها للسماء. المهم انها رجعتها. يقول اخذتها للسماء ورأت اشياء كثيرة وبعد ذلك ظهرت لها هي ومري جرجس وعملت لها صليب في ايدها اليمنى وقالت لها لما اتي اليك ارشم الصليب علي وعلى نفسك. يعني هي ترشم الصليب على العذراء وعلى نفسها. لا الطفلة دي شوية كده يعني. وظهورات اخرى كثيرة. وكانت لما تصلي لمريض طفلة وبتصلي لمريض ينتقل اليها المرض. يعني بدل ما هو يشفى هي اللي تعي. فذهبنا بها الى سيدنا الانبا هدرة يعني دي من اسوان بقى وبعض الاباء الكهنة فقالوا ليس بها شيء واحتار بنا الامر وهي الان تنصلب وتتألم نفس الام المسيح ان شاء الله في عيد القيامة تقوم مع المسيح. الاكواب هي الخيال. البنت دي تجيب لها شوكولاته الصبح تبقى كويسه. شوكولاته طيبه خالص.